رؤية أكثر شمولية بدأنا بها ربما منذ بداية العام. كيف؟ بربي فكرة يا حجي. البعض قلق من السلبيات لدرجة أنه شكك بصحة تلك الخطوة. شو؟ أنا أقول هذا الكلام ليس لأنكم لا تعرفون أين نحن ذاهبون. علل. علل إيه؟ علل يعني أبطن. ولا نستطيع أن ننكر الواقع. نتحدث عن غابة. نتحدث عن غابة. حجيهن تمؤمن ويكي شوف لنا بلكي عليها عمال بلكي حدا كاتب له كتيبي. حابب أبشركم بهالسنة الجديدة إنه صحيح عام 2023 اللي كان الأسوأ بحياة السوريين خلص وراح من دون رجعة، بس معلمنا أبو البيش قال لا، هالأيام السيئة ما رح تتكرر أبدا، وقرر يقود حركة تصحيحية جديدة. لذلك جهزوا حالكم، غالبا ما رح تقدروا تغمضوا عيونكم من كتر الإنجازات. لك حتى يمكن السوريين يلي راحوا سباحة لأوروبا رح يرجعوا للبلد سباحة كمان. ما انكم مصدقيني مو؟ ليش حاسستكم إنه مو مقتنعين؟ يا جماعة، قيادتنا الحكيمة قررت تبدأ بنقلة نوعية لتصحيح كتير شغلات بواقع هالبلد. يعني رح يكون عام 2024 عام مفصلي، ومن هالشغلات الكتيرة اللي رح تتغير هي أمور بتخص صحة السوريين، لأنه نحن منستاهل الأحسن، ولهيك رح يصير عنا سجل صحي إلكتروني. ليش؟ نقلة نوعية في كل المجالات لمستقبل أروع. أكيد يا تالا، أكيد لازم يكون متوافق مع متطلبات العصر. حلو الحكي. هلأ إذا اعتبرنا هذه المعلومات للمواطن أو للمريض منظمة بشكل إلكتروني ومخزنة في قاعدة بيانات مركزية واحدة، وفي عندنا كمان وزارة الصحة عمالة بتقوم بوضع معايير لضمان جودة الخدمات الصحية. معايير؟ وأنا عم أسمع هالحديث تذكرت هذا الفيديو. هون 20 لك ملوخية يا زلمة، هاي هيك ومش فخاص. هذا غير انه الطبابة عنا مجانية وما عنا ابدا اي حالات لاخطاء طبية بتسبب الموت. يعني بلد متوفر فيه كل شيء بتتمناه، اقتصاده مزدهر وفيه كهرباء وانترنت 24/24 لدرجة انه بيحتل المرتبة الاولى بسرعة النت. فكان ناقصنا بس هيك منصة الكترونية صحية. ولذلك بالفترة القادمة لما بدك تروح على المشفى لازم تتأكد اول شيء من سرعة الشبكة عندك لحتى تقدر تتعالج. التعامل مع هذه المنظومة يتم من خلال تغذية هذه المنظومة بالبيانات وبالمعلومات الصحية عن مختلف المرضى. في حصص طبعا للبيانات بشكل دائم في حال كونه إلكتروني يعني. طبعا طبعا. يعني أبحيدرة جوية رح يشتغل بالطبابة؟ لا طبعاً. لا طبعا، نحن عم نحكي على مشروع وطني. لك طيب امتى رح نعيش بهالنعيم؟ بس فهمونا. تنفيذ المنظومة البرمجية يعني يتوقع لها بين 2-3، ولكن هذا الجزء الأسهل. وهيك فينا نقول عيش. طبعاً هي مو للمواطن، هي للمسؤولة اللي عم يسلبها على المواطن ويحكي له عن تطوير القطاع الصحي من الناحية الإلكترونية. ببلد 70% من شعبه بحاجة لمساعدة صحية بحسب الأمم المتحدة، وبهالبلد يلي حتختفي فيه بعض الاختصاصات الطبية خلال كم سنة بس، لأنه دكاترتنا وممرضينا عم يهاجوا لأي بلد بيصح لهم. وعلى سيرة الإلكتروني، ولأنه كل شيء رح يصير على منصة إلكترونية عنا بسوريا، من الطبابة للمالية لك حتى لشراء الإسمنت ومواد البناء، فقدم إعلامنا النزيه لقاء مع خبراء ومسؤولين مشان يناقشوا وضع خدمة الإنترنت الأرضي، وكان النقاش شفاف. مثل ما تفضلتي، خلي اليوم نحكي حوارنا ما يكون علمي بحت، خلينا نكون قريبين لنبض الشارع. هلا بالنسبة للمواطن بهمه أنه تكون السرعة للإنترنت مثل ما هو اشترك فيها، بهمه يكون في استمرارية بهاي الخدمة، ما في انقطاعات. لك إيه هذا هو الحكي اللي عليه علامات. في بنية تحتية عنا ياها، هالبنية التحتية هي اللي نحن بدنا نشوف أنه يا ترى هل هي مهيئة. هل هي مهيئة؟ في عندي مشاكل ببعض المناطق، مثلا بعض الناس ببعض المناطق بيشتكوا. بعض المناطق؟ هلأ ممكن أحد المشاكل هو بعد هالمشترك عن المخزن، لأنه صار في عندي طول بالكبل. سمعانين؟ الحق عليكم يا مواطنين، لك ليش عم تسكنوا بعيد عن المقسم؟ الكل بيسكن جنب المقسم، الله يرضى عليكم، مو تعملوا العملة وبعدين تقولوا الحق على الدولة ما عم توفر لنا نت سريع؟ ممكن بعض أحيان ممكن ما رح نقول. لك لا قوي قلبك، لك قول ايه قول، خليك رجال وقول. ممكن مشاكل من المزود نفسه، ممكن البوابة فيها مشكلة. أيوة، يعني في مشاكل من المزود نفسه؟ سم حتى مو بس بالمدن، حتى بالأرياف صارت خدمة الـ ADSL بلشت تتوفر يعني. الله الله، يعني بعصر الانترنت الفضائي والذكاء الاصطناعي دخلت خدمة الـ ADSL للأرياف عنا. لك إيه هي هي سوريا الأسد اليوم. جودة الخط النحاسي أو الكواليتي تبعه هي تبدأ من المقسم
لعند المشترك للبيت تماما. احيانا قد يكون في مشكله داخل المنزل، يعني قد يكون في مشكله بالتوصيلات الداخليه. فعلا شارع ما بيفهم، المشكله بالتمديدات عندكم مو بالتمديدات تبع الدوله. اغلبيه الناس عندنا اليوم ما بتفرق، نحن عندنا خط التليفون بينقل شغلتين، بينقل الفويس اللي هي الالو وبينقل الداتا اللي هي الانترنت. فاذا اليوم خط التليفون او خط مرق مع خط الكهرباء على مقدار معين فبيتعرض لتحريض، هذا بيأثر كتير على الكواليتي. ايوه هلا فهمت سبب زيادة عدد ساعات تقنين الكهرباء مشان ما تأثر على الكواليتي تبع النت كتير، يعني تنقطع الكهرباء فبيفصل الراوتر وهيك ما بيصير في نت نهائي وما حدا بيشتكي اساسا من الكواليتي. المقابل هذا الرفاهية اكيد في مقابل مادي كتير كبير. لا ممكن كتير كبير قياسا اليوم، اليوم سوريا كأسعار انترنت بالمنطقة هي ارخص شيء. عن جد انك نهفي. طيب تمام متاكد استاذ بسوريا ايه؟ طب خلينا نحكي على الاسعار. لك بالله حكونا نكت كمان. هلا صار عند المواطن شغله للفكاهه، انقطع الكابل اكلوا القرش، هي بيقولوها كثير. نعم احدى النكات يعني هي النكات بيقولوها كثير بالشارع. هلا هذا الشيء ايه لا في واقع مزبوط، هذا الكلام فيه له صحه. شفتوا شلون طلعت قصه القرش صحيحه؟ هلا ما بعرف مين اللي عم يعض الكبل، هذا القرش ولا هاد. ويا جماعه بزحمه هالخدمات الالكترونيه حابه اني اعرفكم على خدمه الدفع الالكتروني للفواتير، وبما انه النظام قال انه عم يتوجه لالزام المواطنين فيها فرح اترككم مع هالحوار البناء بين المواطن والمسؤول يلي رح يظهر اهميه هالخدمه ويطرح حلول خرندعيه. هلا المصرف التجاري السوري سباق بتقديم خدمات الدفع الالكتروني عبر قناه الاي تي ام كانت قديمه. طيب مو لا يشتغلوا صرافات بالاول لحتى نشتغل بهي القصص. المستفيد الاكبر من خدمه الدفع الالكتروني هو المواطن. واللي ما عنده بيستعين بجاره، ما اكيد بتصور هيك. لك يا جماعه المهم في تصحيح شغال، لك شبكون ولو في ماسوره قرارات اقتصاديه ورؤى تقنيه مستقبليه انفجرت. يعني مثلا صار مين ما بده هلا بيقدر يدخل ذهب خام لسوريا ومن دون ضرائب، وهيك رح يتنشط قطاع الصاغه عنا. لك روحوا عيشوا بهالنعيم. هلا في اصوات مغرضه عم تقول انه قانون الذهب هدفه غسل اموال تجاره المخدرات بسوريا وفتح قناه لنقل الذهب من مناجم السودان عبر مرتزقه سوريين عم يقاتلوا مع اطراف الصراع هنيك لحتى يمر من سوريا وصولا لروسيا، وهيك بيدخل الذهب لروسيا بشكل شرعي تحت عنوان هالقانون رسمي. والله اعلم. ولحتى ياكد معلمنا نواياه بالتصحيح وسع الدائره شوي، قال شو؟ قال بده يتخذ قرارات نوعيه بهدف اصلاح المخابرات. لك ايه المخابرات؟ قال سوريا رح تصير دوله مدنيه. هلا هيك الاعلام الموالي للنظام عم يقول الله وكيل. قال شو؟ قال في تعليمات من القصر انه المخابرات تصير امن للمواطن مو امن عليه، بس في بعض المغرضين عم يقولوا انه هي خطه روسيه قديمه عم ينفذها الاسد هلا لحتى يلبي بعض مطالب الدول العربيه يلي طبعت معه، وانه ايران مو رضيانه عن اصلاح الجيش والمخابرات. بس هذا كلام مغرضين ها، لانه قطار التصحيح الجديد بدا من حزب البعث. المجتمع يتغير، العالم يتغير، والحزب يجب ايضا أن يتغير بنفس الاتجاه. هلأ اللي متأكدة منه أنه السوريين عندهم مشكلات معيشية كتير كبيرة، يعني أهم من الحزب والذهب وجودة الإنترنت والمحاولات الفاشلة لتحويل قطاع الصحة ونظام دفع الفواتير وغيره وغيراته ليكون إلكتروني، لأنه رغم أهمية هاي المواضيع في أولويات أهم مو متوفرة بسوريا الأسد. بدنا كهرباء، ما بدنا شيء، هذا العيش عيش بربكون، الوصخ وقلة الكهرباء وقلة المي. خير داني نجيبونا يا نص ساعة بس تجي كمواطن. أنا شو ذنبي؟ يعني هلا ما في مواطن الا ما عنده بالبيت دسة كياس هالقد مشان ما بده يطلع مشوار يلبس كياس باجره انت اكبر قدر ويطلع من بيته. 6 ملايين فاتوره غاز، هلا 11 مليون عم يطالبني. طيب انا محل فلافل، على بنسوى محل فلافل وبطاطا، شو بدي اشتغل اطلع؟ انا هي لسه ما فتنا على الكهرباء، لسه ما فتنا على الضرائب الدخل، لسه ما فتنا على المواد الاوليه. صنوجة الفلافل ب 5-6000 ورا، ربطة الخبز صارت المرقد على المواطن 3000 ليرة ارتفعت. بالختام حابة أقولكم على قرارات تانية يمكن بتهم السوريين وبتمس مصالحهم المباشرة. قرارات دفء الدفء من أول أسبوع بالسنة الجديدة، رفع أسعار السلع الغذائية بصالات المؤسسة السورية للتجارة، ورفع مبيع المازوت المدعوم للآليات بنسبة 500% واللي رح ينعكس زيادة على كل أسعار السلع بنسبة ما بتقل عن 20%، هذا مع بشائر زيادة كبيرة بأسعار الكهرباء السياحية والصناعية بنسبة 250%، يعني رح تولع الأسعار أكثر وأكثر. وهيك بعد ما جاوزت نسبة التضخم بسوريا عام 2023 نسبة 150% وصار الراتب بيغطي 4% بس من التكاليف يلي بتحمي الأسرة السورية من الجوع، ممكن نتوقع من حصيلة قرارات الأسبوع الأول من العام الجديد أنه عام 2023 كان بروفا لعام 2024، وأنه قيادتنا الحكيمة وحكومتنا الرشيدة المنفصلين عن الواقع مستمرين بتقديم إبر بنج وتحويل واقع حياة السوريين للأسوأ.